إذا عندنا هون بدنا نحل هلا إكزامبل. عندي هون باور سكرو أو ليد سكرو عليه أوبجكت، الأوبجكت هذا بدي أحركه الماس تبعته 0.25 كيلوغرام 250 جرام. بدي أعمل له تسارع، بدي أحركه مسافة مقدارها 10 مليمتر، إذا بدنا نحركه مسافة مقدارها 10 مليمتر بزمن مقداره 200 ملي سكند. هلا راح اعتبر انه فيش عندي ليميتيشن على التوب سبيد، بعدين اذا صار عندي ليميتيشن اذا هون راح نعمل نو ريستريكشن اون توب سبيد، راح نعمل نو ريستريكشن اون توب سبيد. اذا مسموح لي اعمل تراينجلر بروفايل وهذا اوبجكت راح اعتبر انه الجيرك بيساوي انفينيتي لانها جود بنحركها او اثنين انيمنت اوبجكتس. إذا راح يصير عندي هون هلا سبيد تايم بروفايل تراينجلر، وبدنا نطلع هون بنسأل ايش؟ ايه؟ المساحة كلها هون عندي دي بتساوي 0.01 اوف متر مضبوط، وتي بتساوي 0.2 اوف سكند. إذا بنقدر الآن نطبق العلاقة اللي هي، فبتصير عندي ايه ماكس أو ايه بتساوي 4 دي 4 0.01 على 0.2 تربيع، مش هيك مضبوط؟ قديش بيطلع معنا؟ بصير عندنا 4.04 على 0.04 بيطلع 1 متر بير سكند سكوير. اذا هذا السلوب اللي هون عندي هي المطلوبه هي 1 متر بير سكند سكوير. اوكي ماشي؟ إذا صارت عندي هلا A بدي أطلع هلا I equivalent R efficiency أظن أنا حاططها هون 85-95%، فرح نفترض إنه إيتا هلا ما بعرف هذا يمكن يكون الرقم very optimistic. هاي إذا عبد الرحمن عمل ريسيرش، إذا عملت لنا ريسيرش على هذا بتجيب لنا practical values على الـ efficiency of a power school، بس أنا نفترض إنه الـ efficiency الآن 95%. طبعا هاي forward efficiency تذكر هون كم، هون أكيد عندي forward efficiency و reverse efficiency. لقيتها forward رح نعتبرها هي بوينت هيك بتوقع، بتوقع رح تلاقي فرق كبير بين الفورورد والريفرس، يمكن تكون قريبه جدا من اذا كان سيلف لوكينج عمليا كانها زيرو. بس اعمل ريسيرش عليها جبنا اياها المره الجايه. اذا صار عندنا هلا هون ناخذ تي ماس ايكوفلنت على الشافت على الهاي سبيد شافت، انا بستعمل كلمه هاي سبيد وما لهاش معنى، بس هي يعني الروتيشنال شافت رح نحطه هون محرك. فبصير عندي تي ماس بدها تساوي قانون كان عندنا T equivalent mass بتساوي M في G في capital P على إيتا. احنا ما حسبنا capital P، خلينا نحسب capital P. capital P بدها تساوي 0.5 على 2000 باي، مش هيك؟ وتساوي 0.5 على 2000 باي، حتى تشوف الرقم ايش بيطلع. هاي راح تكون متر سكوير 2.5 × 10 minus 4 2.5 × 10 − 4 هي عندي البيتش الكابيتال بي ان اس اي يونتس. اذا بنعوض الان هون ام عندي 0.25 كيلوغرامز، جي اللي هي خلينا نسميها 10 نعتبرها 10، بي عندي 2.5 × 10⁻⁴ وعلى 0.95 ايش؟ باي. طيب بدك تقسم على باي كمان 7.96 × 10⁻⁵7.96 اعتبرها 8 تقريبا، اعتبرها 8 × 10⁻⁵ وهذا راح تكون متر سبير ريتنج. اوكي 8 × 10⁵ راح نحطها هون 8 × 10⁻⁵ اوكي مضبوط هيك؟ نحسب نطلع لنا هذه التورك راح يطلع طبعا وحدته هون نيوتن متر، حابب اشوف لنا قديش الرقم بيطلع. وبعدين عندي اي ماس ايكوفلنت بدها تساوي هلا هون عندي راح تكون هاي تطلع قديش 2.1 × 10⁻⁴ − 4 وهاي طبعا هون نيوتن متر. هون راح نبدا نحكي عن ملي نيوتن متر. ما في مشكله، هذه موتورات صغيره بنحكي محركات صغيره جدا.
مش ما بنحكي عن محركات. لما نروح على الهويش رح تشوفوا عندنا بنحكي بال 100 نيوتن متر او 500 نيوتن متر. هون قطعه صغيره جدا. هلا عندنا الماس الاي ايكوفالنت ماس رح تكون ام على ايتا. فام عندي هون 0.25 كيلوغرام على 0.95 مضروبه في مربع البيتش. البيتش كان 8 تايمز 10 تو ذا ماينس 5 تربيع. رح يطلع رقم صغير جدا طبعا. قديش بعدين بدنا نحسب الفا كمان مش هيك؟ عندنا احنا ايه بدنا نطلع الفا. العلاقه بين ايه والفا هي ايه على وبي اللي هي 8 تايمز 10 تو ذا ماينس. مضبوط كانت 8 تو ذا ماينس 5 مضبوط. قديش طلع معي الماء الانرشا ايكوفالنت 1.68 تايمز 10 تو ذا ماينس 9. وهي ايش وحدتها؟ هلا عندي الفا تساوي 1 على 8 تايمز 10 تو ذا ماينس 5 تصير 1 على 8 اللي هي قديش 0.125 تايمز 10 تو ذا 5 مضبوط. وتساوي 1 2 3 تصير 1.25 تايمز 10 تو ذا 4. تاكدي والله منها مضبوط راديانز بير سكند سكوير. لاحظوا هذا الرقم عالي وهذا الرقم منخفض. راح اضربهم الاثنين ببعض. اعطوني اوكي استخدم نعم مضبوط. هلا ناخذ اذا اخر شيء. هلا المعادله النهائيه راح تصير تي درايف ماينس تي ماس ايكوفالنت للهاي سبيد شافت بتساوي اي ماس. هلا طبعا احنا في اشياء اهملناها مثلا يمكن يكون المحرك نفسه الموتور بدك تحسبه وبدك تضيفه هون تشوف وما راح نعمل عليه شيء. خلينا نحطه هون اي موتور. هلا بعرفش انا ايش هو هلا ما عنديش فاليو رح نهمله هلا. بس لو عندنا او رحنا نختار محرك حقيقي رح ناخذ الفاليو تبع اي موتور وهذه رح اضربه فيه الفا من هون. فبصير عندي هلا تي درايف بيساوي تي ماس ايكوفالنت اللي هو 2. يعني كانه 0.21 ملي نيوتن متر 0.21 ملي نيوتن متر زائد اضرب بالله هلا هذول الرقمين ببعض يا ديما. اضرب هذا الرقم في هذا الرقم راح يطلع معنا واضح راح يطلع رقم صغير جدا لانه هذه تو ذا 4 هاي ماينس 9 راح تطلع ماينس تو ذا 10 تو ذا ماينس 5 وهذه 10 تو ذا ماينس 3 راح يطلع رقم صغير جدا. 2.1 تايمز مضبوط لانه هاي تقريبا 1 في 1 ونص تعطيني 2 فبصير هذا 4 10 تو ذا ماينس 5 المفروض تكون او اذا بدي احولها لملي نيوتن متر عشان تقدر تقارن الرقمين راح اخلي هاي 10 تو ذا ماينس 3 وراح احط الصفرين هون فراح تصير 0.021 10 to the minus 4 اوكي 2.3 تايمز 10 to the minus 4 مضبوط. هذا كله جاهز. لا انا بدي احاول اقارن الرقمين عشان تحسوا الفرق ما بين اللي جاي من هون واللي جاي من هون. هلا هذا بيطلع معك اصلا 0.021 تايمز 10 to the minus 3 تاكدي 2.5 مضبوط. وهي هذول انا حركتهم مش اصغر بكثير اصغر بس مش اصغر بكثير. يعني اذا بتطلع هاي اوردر اوف 10 لو الاكسلريشن اعلى بتكون هاي القيمه اكبر كمان من هون. حتى كمان اذا بتتذكروا او اذا هذا كمان كله له انيرشا. هذا الشافت كله له انيرشا بدنا نشتغل مضبوط لازم ناخذ انيرشا تبعت هذا الشافت كله بس قليل ما بعرف بنحسب. هلا بنحاول ناخذ رقم ونشوف شو ممكن تطلع. هلا هذا هون بصير عندي هلا لما بجمع هذول بصير عندي 0.231 مش هيك 0.231 ملي نيوتن متر. اوكي هذه هي التورك المطلوب من المحرك على السرعه. خلينا نحسب كمان السرعه لانه بتهمنا السرعه. بيهمني السرعه اللي هي الفي ماكس من هون. في ماكس شو بتساوي عندي؟ في ماكس بدي احولها لاوميجا لانه بيهمني اعرف هذا المحرك لما اختاره لما اعمل له سلكشن بدي اشوف شو السرعه على اي سرعه بده يعطيني هذا التورك. إذا عندي في ماكس بتساوي في ماكس بدها تساوي 2 دي على تي
دي عندنا قلنا قديش كانت 0.01 فبتصير 0.02 على 0.2 مش هيك؟ 0.2 فبتصير عندي 0.1 متر بير سكند مظبوط؟ اذا هذا الماكسيمم سبيد تبعته 0.1 متر بير سكند. خلينا نحولها الى اوميجا. اوميجا عندي بتساوي في على بي على كابيتال بي، فاوميجا بتساوي في على كابيتال بي فبتساوي 0.1 على وبي عندنا طلعت كانت 8 × 10 8 × 10 to the minus 5 مش هيك؟ قديش هاي تطلع؟ 10 × 8 1250 وهاي طبعا الوحدة ايش؟ radians per second. radians per second. خلينا نحولها لrevolutions per second و steps per second راح احولها. نحولها لrevolutions per second ايش نقسمها؟ تمام نقسمها على 2 باي نضربها ب 60 مش هيك؟ نضرب 2 باي 60 نضرب 2 باي نقسمها على 60 نقسمها على 60 بتعطيني تقريبا 20 مش هيك؟ قديش بتطلع ريفولوشنز بير مينيت ار بي ام؟ مضبوط. احنا عملنا هيك مضبوط لهاي 1250 لا كان لازم المفروض اعلم هيك مش هيك 1250 بقسمها على 2 باي واضربها ب 60 مضبوط. بيطلع رقم عالي ل4 ار بي ام. اذا هذا طبعا هلا لما نيجي على